فكرتني بمعلومة كده كنت قريتها بس مش عارفة هي صح يعني ولا غلط، حضرتك بقى توضحها لي. اللي هو لما بيقول ان الانستجرام والفيسبوك بدأت ان هي تؤثر على طاقة الانسان، بتنقله طاقة سلبية لانه احيانا بيتفرج على مناظر طبيعية، ناس دايما بتتصور وهي مبسوطة والحياة عندها حلوة جدا، يعني ناس مظبوط مختلفين مظبوط بتصوروا هم في قمة الفرح، ممكن يكون هو عنده مشاكل فده ينقله طاقة سلبية، فهل دي برضو ده حقيقة من حقيقة. ده موضوع السوشيال ميديا العقل دلوقتي؟ الباطن بقى، ده العقل الباطن، ان احنا لازم نختار الحاجة اللي احنا بنستعملها او الحاجة اللي احنا بنشوفها. يعني ما نفتكرش مثلا احنا ماشيين في الشارع لما نشوف منظر مثلا حد بيتخانق مع حد او بيضرب حد او بيضرب طفل انا مش هتضايق او مش هزعل، لا، حتى لو انا ما بصيتش وشفت، يعني عقل الباطن بيلقط، هو بيلقط حاجات كتيرة جدا احنا كعقل واعي مش بنلقطها او مش بندركها بندركها، دلوقتي بس بنحسها وبيتاثر بيها. يعني لو سمعتي حد مثلا بيقول كلام برضو الفاظ مثلا شتيمه او حاجه برضو هتتاثري حتى لو انت مش متوجهه لك، بس ليه نفسك بتتضايقي؟ ليه؟ لان هو عقل الباطن بيتاثر بكل حاجه بتحصل من حواليه. فانت لما بتشوفي صور مثلا حزينه على الفيسبوك او على الانستجرام تلاقي نفسك متضايقه، طب انا ليه هفضل اكلم الشخص الفلاني اللي حاطط صوره مثلا عمال يقول ايه مثلا هو زعلان من الدنيا او نفسه انه يموت او نفسه ينتحر؟ ليه طول الوقت عمال اتكلم مع الشخص ده وشايف الصوره بتاعته قصادي؟ او مثلا كل شويه نازل بوستات حزينه، بوستات ناس مثلا مأذيه او ناس ميته او انا عن نفسي بعمل بلوك للناس دي بصراحه، لان ايه انا ما بجد؟ اقدرش، ايوه ما انا ما اقدرش، انا داخل الفيسبوك اشوف مثلا حاجات معينه عاوز اعملها او عاوز مثلا اكلم ناس كويسه او عاوز. طب ليه انت دكتور، يعني انت عندك اكيد الادوات اللي هتقدر ان انت تنقل بيها من الطاقه السلبيه دي للطاقه الايجابيه. جميل، صح، دي حقيقه، بس صح كده؟ مش كل وقت، يعني مش معنى مثلا ان انا عندي دوش مثلا بقدر اخد الدوش واشيل كل التراب اللي عليا والحاجات اللي بتحصل في الظروف المناخيه بره، ما الاقي تراب اروح داخل فيها اقول اصل انا يعني هخش ارجع اخد دوش، صح؟ صح. ليه اتعب نفسي؟ ليه ابهدل نفسي؟ انا احمي نفسي الاول واحمي ذاتي واحمي افكاري واحمي مشاعري، لان انت كمان فيما بعد كل ما بتشوف النقط دي اكتر تركيزك كله بيروح عليها، تفكيرك هيروح عليها، هتسيب الحاجات اللي انت كنت عاوزه تفكري فيها او شغلك اللي انت عاوزه تعمليه. طب الشغل اللي انا عايزه ده انا محتاج باور مني، انا مش هقدر اعمل باور ده لان انا حزين، انا زعلان، انا متضايق،